السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير، ويا هلا وسهلا مشاركينا وجدد. وصل اليوم هيونداي بالسايد موديل 2023 الجيل والشكل الجديد. كما تلاحظون أبرز ما يميز فئات هيونداي الجديدة هو دمج الكشافات الأمامية في الشبك الأمامي، جعله مخفي. هذه جانبية السيارة. خلفية السيارة كشافات خلفية بشكل كبير، تصميم رائع ومنافس يعتبر كبير لتويوتا هيلندر اند ذيس بالسايد. الداخلية زي ما تلاحظون شاشة بحجم كبير، مقاس 24 انش. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.